سلام البنات، سلام زينات، سلام يا أغلى مشتركات دندوناتي فوفيات الوفيات. مرحبا بكم معايا في قناتي أنا دنيا بغادي دانج. واش راكم؟ واش حوالكم؟ إن شاء الله تكونوا كامل بخير وبصحة جيدة. نتمنى لكم يوم سعيد وحياة أسعد إن شاء الله. فيديو جديد، حاجة مش جديدة طبعا. راح نوري لكم اليوم طريقة تفصيل القماش. لما يكون عندك رولو تاع قماش ولا عندك يعني مرسو كبير، قطعة كبيرة تاع قماش، كيف راح تفصلي منها لاوس والمخايد والدغا وكامل، باش يجيك على خط مستقيم وما يتحرف لكش القماش. كانت مشتركة طلبت مني كيفاش نفصل. انا هذه طريقتي في الفصالة وكل واحدة وطريقتها. كملوا معايا الفيديو للاخير، اكيد ما كومش راحين تندموا وراحين تستفادوا ولو بالقليل القليل. ما تروحوش بعيد. فوالا البنات، اليوم راح نفصل معكم بارور دو درا. لا بارور هذه واش فيها؟ فيها 6 بياسات سامبل، يعني ما فيها حتى فصاله، غير مخايد، ربع مخايد لاوس ولا درا تاعنا. هذا مكان واش راح ندير. نبدا انا اليوم نبدا لكم بلاوس. لاوس نمد لكم عليها معلومات مهمه جدا لازم تاخذوها بعين الاعتبار، اللي هو لازم اول حاجه كي تروحي تشري قماش تسخسي، تدي الميترة معاك ولا تسخسي من المحل، العرض نتاع القماش شحال فيه، هل 32 ولا 42؟ البنات القماش ديروا في بالكم باللي كاين نوعين، كاين العرض تاعو 32 وكاين العرض تاعو 42. حذاري 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 من هذا النقطة. علاش نقول لكم حذاري؟ على خاطر سيرتو في الأوني حنا نخدمو بزاف بيه ليوس، هو اللي راح يطيح لنا فيه البروبليم في ليوس. مثلا المبتدئات نهضر لكم بصفه عامه، كي تكون خياطه سوقي، واش معناتها خياطه سوقي؟ راني نديت لكم القاعده اللي طبقيها، شحال تحتاجي قماش وشحال زعما كي تحبي تروحي تشري واش من الطريقه تتبعيها باش تعرفي روحك وراكي دوري. انا مثلا نعطيكم مثال، مثلا قلت لكم ندو المطلع عرضها 160، مطلع 160 البنات شحال نحتاجو انا زعما على حسب القاعده اللي مديتها لكم، شحال نحتاجو قماش، شحال نحتاج الطول والعرض تاعنا؟ فهموا معايا مليح. مطلع 160، الطول تاعها 190، 160 زائد الارتفاع في 2 زائد 40 شحال ولات؟ ولات 2 مترات. نزيدوا لها حق الخياطه، احنا حق الخياطه احنا اللي نتحكموا فيه البنات. قلت لكم شحال من خطره حق الخياطه؟ من 10 حتى العشرين. انت مثلا تحبي تزيدي 10 سنتيمتر فقط ولا 20؟ ها يا سيدي نديرو 20 سنتيمتر، تولي لك 2 مترات و20. هكذا يعني انا على حساب هذا التخمامي باه نزيد 20 سنتيمتر خياطه لازمني 2 مترات و20 باش تجيني لاوز قد المطلة تاعي تاع 160. بصح الارتفاع هنايا واش راح نديرو له؟ الارتفاع عندنا 190 ارتفاع، نزيدو لها 40 سنتيمتر تاع قلت لكم ارتفاع الطول تاع المطلة 190، نزيدو لها الارتفاع فوا 2 تولي لنا بليس 40، هاي ولات لنا 32. كي نجيو نزيدو لها 20 سنتيمتر تاع حق الخياطة شحال هي ولات؟ 32 تولي لنا 2.5. احنا العرض تاع القماش عندنا 42. مثلا اللي تحب تقتصد كما حنا نقولوا في القماش، تروح تشري 22 قماش، تحب تقتصد دير 22 قماش، تروح تشري 2 متر و20 تقول لك ندير مطلة. هنا المطلة تاعك تجيك صغيرة، علاش؟ الا درتي حق الخياطة 20 سنتيمتر هكذا، بصح الا درتي حق الخياطة 10 سنتيمتر راح تجيك حدو قدو، حدو قدو. لاخاطش علاه قلنا نطيحو لازم في 2 مترات و40 العرض تاع القماش. بصح هنايا لو كان كان العرض تاع القماش تاعنا 32، كاين بزاف اللي طاحوا في عرض القماش 32، هنا اكيد 10 سنتيمتر حق الخياطه ماشي حتى تكفي، راح تزيدي يا ربي 5 سنتيمتر ولا ما تزيديش كاع على خاطر حتى طيحي في حق قماشك. مفهوم البنات؟ على ذاك نصيحه نصيحه نصيحه، كي تحبي ديري لاوس اشري 2 مترات ونص، اشري 2 مترات ونص على جهه. هكذا احنا الخياطات ما نخدموش سوقي، نخدمو سير ميزير،
مفهوم باه تجيك باه تعاود تولي ليك لا كليونت لازم تخدمي سور ميزور وتجيك حاجه متحوفه. لو كنت تخدميها كيما السوقي اكيد راح يجي لاوش تجي صغيره ما تدخلش كامل، وبزاف اللي راهم يشتكوا من هذا الشيء ياك هكذا. ما احنا يا واش نديروا البنات، احنا بور ايفيتي كامل كامل نشرو زوج مترات ونص لاوز في تاع دو بلاس، نتاع دو بلاس زوج مترات ونص. هذا زوج مترات ونص احنا رانا حافظين القاعده نتاعنا، يسمى واش نسحق انا لاوز اون جوست، شحال نسحق؟ نسحق باه ندير حق الخياطه 20 سنتيمتر، نسحق زوج مترات ونص على ايا كملوها معايا على زوج مترات وعشرين. جيد، هنا واش راح ندير انا؟ مادام شريت زوج مترات ونص قماش دوك من بعد راح نوريلكم الطريقه تاع الفصاله تاع لاوس، كي تكون ندو زوج مترات ونص ونسحقو زوج وعشرين، منين راح نقصو باه تجينا زوج وعشرين. هذه ما تروحوش بعيد، كملوا معايا لا فيديو كيفاش راح نقطع معاكم ونفصل هذا القماش باش نقطع كل قطعه وحدها، ما تروحوش. شوفوا معايا خياتي كما راكم تشوفوا هنايا، عندي هذا القماش، عندي هذا القماش نتاع الريشه، قماش فيتنام 35 في المتر، قماش فيتنام كاليتي هايله هايله. هذا الكوبي تاع القماش تاع الترك كما راكم تشوفوا، راح نفصلوا معاكم. هنا البنات راح ندير بارور دو درا، راح ندير فريش تاع الدرا ولاوس وربع مخايل. البنات هنايا البنات خياتي هكذا ما تزعفوش. شوفوا معايا خياتي هنايا، انا شريت من الامبريمي هذا تاع الريشه شريت 3 مترات ونص، ومن الاني شريت 3 مترات ونص. راح ندير بارور دو درا تاع دو بلاس، تاع دو بلاس هكذا. راح نفصل معكم هنا بالقماش الامبريمي، راح نفصل الدرا تاعي مع زوج مخايط التوعي. واش راح ندير البنات؟ تبعوا معايا راح نوريلكم الطريقه كيفاش راح تقطعوا القماش نتاعكم. هاولي في القماش، هاولي راح نجيب المتر تاعي هنايا، استنى نجيب القص نحطو قدام القص، هاي ليك متر، راح نجيب المتر نحطها. المتر على البنات فيها متر ونص، المتر كامل على طولها هكذا فيها متر ونص. انا للدرا راح نسحق زوج مترات ونص لبلاصه ونص، استغفر الله لدو بلاس، راح نسحق زوج مترات ونص المطرح نتاع دو بلاس، دو بلاس يوصل حتى المتر وثمانين. القماش تاع زوج المطله تاع زوج مترات اكيد راح تزيدي لها الدرا تاعها ويجي يعني الدرا تاعها طويل هكذا. راح نقطع هنا معاكم زوج مترات ونص، ناخذ المتر تاعي كامل نقيسها هكذايا، نمشي نوري لكم كيفاش تقطعوا القماش باه يجيكم مستقيم ما تخافوش. هنا راني كملت المتر تاعي، هاي ليك متر ونص، راح نزيد متر واحده اخرى باه يولي لي زوج مترات ونص هكذا، راكم تسمعوا في ولادي، باه يولي لنا زوج مترات ونص. هاي ليك راح نزيد متر، هاي ليك المتر نتاعي وين جات، فوالا جاتني المتر هنا، هاي ليك المتر نتاعي وين جات. هنا واش راح ندير خياتي؟ شوفوا معايا، راني شديت هاو ليك زوج مترات ونص، راني شديت هنايا، هاي ليك جاتني هذه، بقات لي هذه المتر نتاع المخايد هكذا. المتر هذه راح نعاود نطويها منها، هاو ليك القيس وين قصتو او جا هنا، نجيب المتر هذه هكذا ونحكم مع هذه القطعه هكذا، نشدهم هكذا كيف كيف، هاي ليك المتر وين حكمتها هكذا، ننفض القماش نتاعي هكذا نسويه مليح، هاي ليك جاتني هكذايا، نجيب القص هاو ليك القص، نحكم القطعه نتاعي ونروح معها بكل سهوله، راح تتقطع لي بشكل مستقيم هاي فوالا، تقطعت لي بشكل مستقيم هاي لي، ما جات محرفه ما جات والو، هاي جات مستقيمه هامليك زوج مترات ونص تاعي هامليك نتاع الدرا
هاي لي نحطها بجي، وهذه المترة نتاع القماش نتاع المخايل. هذه المترة نتاع المخايل. شوفوا هنا خياتي، نعاود نفصل معاكم باه تشوفوا. هاي لي قماش تاع لاوس، هاوليك قماش تاع لاوس. نقيس لاوس، انا قلت لكم ندو زوج مترات ونص الكامل الانواع تاع لاوس، زوج مترات ونص. هاي ندير المتر ونص تاعي نمشي معاها هكا. هاي ليك متر ونص، باك تغلطوا كل متر واش فيها. انا متر هي نورمالمون متر فيها متر ونص صح. هاي ليك نزيد متر، هلا المطلة اللي فيها عرض متر وتسعين، هاي ليك نديرو متر. هاي ليك المتر اللي بقات لي نطويها هكذايا، نشد مازلت شادة وين القيس تاعي، نشدها هكذايا مع هذه. هاي ليك ننفض القماش هكذا، نجيب القص ونقط هكا. هاك بشكل مستقيم. ها هاني نحي المتر تاعي. البنات اللي جا اللي رحتوا تشرو القماش وجاكم فيه التشطار، نتوما دائما ديروا حساب التشطار، كي تشرو شرو 10 سنتيمتر زياده على القماش، باهي لا شطر لكم المحل. تكون هذيك ال 10 سنتيمتر شغل تقدروا تنحوها ولا تقدروا تتحكموا في القماش تاعكم، يعني نورمال. ومن الافضل الا جربتي كاش حانوت وشفتيه يشطر لك القماش، من الافضل ايفيتيه وما تزيديش تشري عليه مره اخرى. هكذا شوفوا معايا حبيباتي هنايا، هنا طيحت الميتره. هنا شوفوا معايا راح نفصل معاكم المخايل. شوفوا طريقتي اللي تفصل المخايل، مخايل سامبل سامبل سامبل. هاوليك القماش كيفاه نشريه، هاوليك مطوي هكذا، راهو مطوي القماش. انا واش راح ندير، راح نفتحو هاوليك، راح نفتحو عادي. ها هو نفتحتو، هاوليك العرض تاعو 2 مترات و40، وهاي ليك المترة تاعي. مترة انا نشري دائما للمخايل، دائما نزيد ندير حتى المترة و10 باه يجيني 55 سنتيمتر في المخدة. هاوليك واش راح ندير، راح نشد القماش تاعي هكذا، راح نحسب مترة وسبعين. انا ندير مترة وسبعين، حبيتي ديري مترة وستين ديري مترة وستين، حسبي مترة وستين هكذا. هاي ليك انا دوك هذه المخدة راح تخرج لي المترة، راح تخرج لي ثلاث مخايل. هاي ليك هنا مترة ونص، راح نزيد 15 ولا حتى 20 سنتيمتر، خلينا نزيدها هنايا هكذا. هاوليك وهنايا يا البنات راح نقطع هنا، راح تفضل لي هذه القطعة. هاوليك نطويها هكذا، دائما نقول لكم كي تكونوا راحين تقطعوا القماش طوه هكذا. هاوليك هاني شديته هكذا باه يجيني خط مستقيم هكذا، رايحة نقطع. هاوليك شوفوا جا خط مستقيم. ها هذه تجيني مخدة كي نطويها هكذايا، هاي ليك مخدة ثالثة هكذا. هذه تجيك مخدة بالسنسلة ولا مخدة شكارة، ولا تقدري تزيدي لها فلق منها وتولي لك مخدة برية عادي. هاي ليك واحدة، وهذا القطعة قطعة تاع متر وعشرة على متر وسبعين ولا متر وستين، انتي وما حبيتي. راح نجي جهة المترة ونزيد نطويها هكذا على اثنين، راح نديرها هكذا نطويها على اثنين، وراح نقطعها هنايا من الجهة المطوية هنايا راح نقطعها. وهذا هما المخدة زوج مخايل تاعي تاع البرية، راح نوريكم بعد كيفاش نخيطهم. هكذا البنات متر قماش خرجت لي ثلاث مخايل هكذا، روحوا معاها غير بالعقلة
سوي مليح القماش باش ما يجيكمش جهه كبيره على جهه، ودائما يجي القماش هاوليك. كملوا التقطع عادي. هاوليك هنا رمزوجهم خيط بريه، يعني تطول جهتين تعطفوهم وتغلقوهم كيما البريه عادي. هاوليك رانا تهنينا منها. نجي البريه هنايا المخايد هذوما البنات، هنا كي يكون عندكم قماش ايني ولا قماش اللي ما فيهش اتجاه معين نتاع الخياطه نتاع الموتيف تاعكم، هذا هي بصله اللي تستعملوها. ولكن كي يكون عندكم قماش فيه موتيف هكذايا، انا هنايا الريشه اللي حابه نخدمها واقفه ماشي راقده هكذايا، لو كان نحب نديرها راقده نستعمل هذه الطريقه اللي استعملتها مع هذو المخايد. انا هنايا رايحه نستعمل المخايد واقفين هكذا، راح يجيكم فيديو طويل بصح لا غالبه نوريكم كيف تخيطوا. هنا واش راح ندير، راح نفتح القماش تاعي كيما شفتوا هاي ليك الميتره، راح هنايا ندير 55 سنتيمتر، نقيس 55 سنتيمتر وراح نطويها هكذا هكذا البنات. خلاص هنايا نطويها ونقطعها هنا، هذه راهي جاتني وجهين نتاع الخده، وزياده هذه ندير هنا نحسب 75 سنتيمتر وزياده نحيها باش نديرها القلبه نتاع المخده البريه نتاعي هكذا، الزياده راح تجيني هنايا. وراح نزيد نحسب كذلك 55 و55 وحده اخرى ونديرهم هكذايا ويجوني زوج مخايل. هذه في حاله يكون عندي اتجاه معين تاع الموتيف تفصلوها هكذا، راح تخرج لك ميتره تخرج لك زوج مخايل برك. ان شاء الله تكونوا فهمتوا عليا. راح نخلي لكم الرابط تاع الفيديو كيفاش تخيطوا لاوس تاع هذا لاوس تاع 160 على 190، راح نخلي لكم الرابط. والا ما فهمتوش راح نخلي لكم ابيبخي خفيف ظريف، راح نصور لكم فيديو ونخليه لكم ان شاء الله الخطره الجايه. البنات هذا ان شاء الله راح ندير معكم اخر فيديو تاع لاوس كي نخيط لاوس مطلع تاع بلاصه ونص، راح نديره لكم المره الجايه ويكون اخر فيديو في سلسله ليوس مطلع. راني وريت لكم كامل العفايس ولي تكنيك كيفاه ولي زاستيس كيفاه تخيطوا ليوس مطلع. نتمنى تتبعوا السلسله، راح نديرها لكم في البلاي ليست في قوائم التشغيل، وتدخلوا وتبعوا ان شاء الله اكيد راح نتفاهموا عليا. ونتمنى لكم فرجه ممتعه، نتلاقاو ان شاء الله في الفيديو الجاي. ما تنسونيش بالاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس ويوصلكم كامل جديد نتاعي. فضلا وليس امرا ديروا لي جيم لا فيديو، دوك روحوا ديروا لي جيم بطلع لي لا فيديو، وخلوا لي تعليق شباب كيما نتوما، ما تنسوليش التعليق، بارطاجيو قناتي مع ناسكم وحبيبكم. نقولكم في الاخير تهلاو في روحكم تهلاو في صحتكم، تلاقاو في ساعه الخير في وقت ما خير ان شاء الله. الى اللقاء فرصه سعيده، تلاقاو ان شاء الله فيديوهات قادمه ونزيد مازال كاين جديده مازال، راني ما حبيتش نصور لكم واش كاين منايا. الى اللقاء البنات.